وإلي درب الخناجر على حكم النادل فيا. هو مقطع من الأمسية الشعرية الذي نظمها ديوان الأدب في النبطي. هذه الأمسية التي أوقفتها إدارة المطعم بسبب وجود طبلة بين الفرقة الموسيقية، علما أن دورها محصور ببضع أغاني ليست صاخبة. أمسيتنا مخصصة هذا الشهر بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس ديوان الأدب كأمسية شعرية غنائية من فيها بمختارات من قصائد شاعر الكبير محمود درويش، بيلقيها زميلنا الدكتور هيثم الغوش وبيرافقه عزفا على العود كمان زميلنا بديوان الأدب الدكتور فراس عبد الله. طبعا دكتور فراس بما انه بده يصير في غناء لهالموضوع كان بهمه انه يكون العود والقانون وبالتالي الايقاع على الطبله. قالوا شعر والمطرب غنى حنوا الى خبز امي، كنت عم رافقه اكيد يعني اغنيه حساسه ما مش صاخبه الاغنيه. فقعدنا وقفنا انه كفوا شعرهم لا اخر شيء بدنا نختمها بمقطع صغير لاغنيه لام كلثوم. فاعترضت اداره المطعم الظاهر لانه بعثوا لنا شاب قالوا وقفوا الموسيقى. عرفت كيف؟ فهجموا على ميكرو المطرب وزاحوا من قدامه وقال له بدك توقف الموسيقى ولا تطفي الكهرباء. اداره المطعم اكدت في اتصال بالجديد انها طلبت مرارا وقف الطبله الا ان العازف لم يلتزم، مؤكدة أنها لم تكن تعرف بوجود هذه الآلة، لكن رواية العازف والمنظمين مختلفة. اعتراضي أنه ما حدا طلب مني ولا حدا وجه لي كلمة، أنا هذا اللي اعترضت عليه. هو الاعتراض عائلتك بس على الطبلة؟ هلا مبدئيا هيك قال، بس هو كالمجموعة أو كونه أنه في عود وقانون ممكن تكون هيك، بس إذا اعتراض على الطبلة من الاساس انا عم بعمل تست صوت فيكم تيجوا تبلغوني يا فلان عمال معروف ما تعزف طبله. علما انه على الدعوه موجود. نحن امتثلنا ووقفنا ودفعنا الحساب مثل الشاطرين وانسحب كل الموجودين وكانوا من نخب والوجهاء المثقفين في المنطقه وهني ما رجف لهم أي جفن بهذا الموضوع. انتقادات عدة طاولت الحادث واتهامات لحزب الله بمنعها، وهو ما ينفيه المنظمون ويقولون أن الأمر بعيد من السياسة. بالنسبة أنه والله مين كان وراء هذا الموضوع، أنا ما بعتقد أنه حزب الله بيقبل على نفسه أنه يتصرف بهذا التصرف. هذا التصرف أنا بعتبره خاص بإدارة المطعم، وأنا بعتبرها الإدارة ما كانت نزيهة أبدا. لا أبعاد سياسية أكيد لا، هذا عمل فردي. الجديد تواصلت مع قيادة حزب الله في الجنوب فأكدت أن لا علاقة للحزب بما حدث، ليتحول حادث فردي إلى قضية تم تشبيهها بمنع مشروع ليلى في جبيل، لكن الأمر محصور بصاحب المطعم الذي يغني على ليلى. هادي الأمين، قناة الجديد.